ما حضرتك لما تمسك المجهولة تعمل عليها كنترول، فبيبقى فيه قلم احمر اللي انت بتعلم بيه اللي هو اشاره، بيدي اشاره اللي فيه مثلا عيب مثلا. بيعمل ايه ده؟ يعني مثلا هنا لما تلاقي عيب هنا مثلا اهو، فانت تعلم علامه حمراء من هنا تعلم علامه هنا كده وعلامه هنا، فانا بحس بحس لما يخش المرمات يبقوا عارفين مكان الخطا فين. وانت عرفت الكلام ده منين يا ابرا؟ جيت هنا مره واتنين في المصنع وتعلمنا كل حاجه. انت جيت المدرسه انت؟ من اول لما فتح التقديم. انت منين يا ابرا؟ انا من المنيا. من المنيا؟ منين في المنيا؟ من ابو قرقاص. ابو قرقاص. ايه بقى احكي لي بقى، ايه ده بتاع، انا مش فاهم حاجه. هو ما حدش قال لي، ما حدش فاهم حاجه، قول لي. تمام، هو انا هحكي لك من اول لما تبقى رسمه لغايه لما تبقى منتج. هو وانت راسم هنا حاجات؟ وريني كده الاول. ده بيقول عليك رسام ماهر يعني. ايه بقى؟ ده خاتم مثلا. ده رسمك انت؟ والله. ايوه رسمك. ايه كمان؟ خاتم، وهنا خاتم برضه. لا، وانت جالي الحاجات دي ذاكرتها ولا انت اختراعك؟ لا، انت هي عندي موهبه. موهبه؟ بس انا في الاول ما كنتش برسم الرسومات دي. انا في الاول كنت برسم رسومات عاديه اللي هي اشخاص وكده. كويس. من اول لما جيت المدرسه هنا وحبيت المجال ده، فانا ابتديت احول مهارتي من كرسم جرافيك او اشخاص عاديه لحليه ومجوهرات. اجمل حاجه رسمتها او اللي انت حاسس انها اجمل حاجه عملتها في الرسم؟ والخاتم ده والكوليه. انت مصمم كبير بقى. وانا الاستاذ محمود علي برضه بيهتم بينا، ولما نيجي عندنا مواهب دخلونا في قسم الديزاين. دخلنا في قسم الديزاين. اشتغلت؟ والله. قول لي، بتقول لي انت هتحكي لي المراحل ايه بقى؟ هي اول حاجه بتبقى فكره رسمه. خلاص رسمتها. تمام. بتروح على قسم الكاد كام اللي هو برضه قسم التصميم تبع الموديلات. الكاد كام ده يحول بدل 2 دي ل 3 دي على البرنامج. بعد كده تروح على الكاد ماشين تحول لنوع شمع ريزي اسمه ريزي. بعد ما يطلع الشمع ده يروح يتسابك مستر بيس فضه، ما تسابكش ذهب عشان بنوفر، اصلك القطع اللي هتتسابك فضه دي هتبقى في خزنه بتاع الشركه هنحتفظ بيها. وبعد ما نطلع المستر بيس ده بنشوف لو في تعديلات او كده. بعد كده بنروح نعمل عليه الرابر. الرابر ده يتطبخ عباره عن قطعه سيليكون او نوع من انواع السيليكون، تحط المستر بيس في النص كده وقطعه سيليكون تاني، وادخل على مكنه ضغط وحراره. بعد كده يروح على قسم الرابر، من هو القسم، يتفتح الرابر ويطلع المستر بيس، اصبح الطبعه نفس الخاتم من جوه، فاهم، في الرابر. بعد كده اخش على حجم الشمع. بعد كده نطلع الشمع نعمل عليه كنترول، هي ما بين مرحله ومرحله لازم كنترول. بعد ما يخلص حجم الشمع، لو في تركيب احجار على الشمع بنركبها. بعد كده الشجر، بعد كده تسبك وهكذا. بعد كده يتقطع. سبك ده يتسبك ده او فضه او فضه حسب الظروف. او حسب المطلوب يعني. حسب المطلوب فعلا. انت بتحب ده؟ طبعا بتحبه قوي. ايوه بحبه. بتحبه كصناعه ولا كذهب؟ كصناعه وكفن يعني. هو عشان تطلع مجهوله زي دي محتاج فن. وانا الفن ده يعني موهبتي. الفن ده موهبتك؟ انت واثق موهبتك قوي كده؟ ايوه. والله انت في سنه كام؟ انا في اولى ثانوي. درجات الميد تيرم كانت ايه؟ انا جايب 265. من كام؟ 280 ترم اول وتاني. وال 15 الدرجه دول راحوا فين؟ نجستهم. فين؟ طارة. ما تيجي تطلع على المسبك. ها؟ يلا نروح المسبك؟ يلا.